بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. عم نلتقى مرة جديدة من كنيسة مار يوسف بكرويدن مع جماعة فرح الإنجيل أو عائلة فرح الإنجيل. إحنا صرنا عائلة. نحن صرنا عائلة، نعرف بعضنا وبنحب بعضنا وعم نتعاطى مع بعضنا على أساس كلمة ربنا اللي هي عم تخلق هالعلاقة اللي بين بعضنا وهالحب اللي بين بعضنا. اليوم موضوعنا رح بيكون مقسوم على حلقتين إذا بتسمحوا. اليوم جمعة الجاي، تعرفوا أنه أسبوع الماضي أو يمكن من أسبوعين تقريباً صدر الإرشاد الرسولي الأخير يلي بعنوان افرحوا وابتهجوا لقداسة البابا. يعني هذه وثيقة بعد طازة خلنج. تعرفوا البابا على طول كل سنة أو كل فترة بيطلع أو رسالة أو إرشاد رسولي و بيكونوا بين إيدين الناس حول موضوع معين. فالموضوع يلي البابا فرانسيس حب يعمل إرشاد رسولي كامل عنه هو القداسة، يعني مسميها افرحوا وابتهجوا. مسمى الرسالة بهالاسمين، عطول بياخدوا أول كلمتين من الرسالة وهي بتصير العنوان، هذا التقليد. فإذن افرحوا وابتهجوا، بالعربي انبسطوا وفرحوا، يعني كتير بسيطين، كلمتين كتير بسيطين، حول الدعوة إلى القداسة في العالم المعاصر. يعني البابا فرانسيس بدو إيانا نتأمل ككنيسة، كمؤمنين، كعيل، كأفراد بموضوع القداسة بالعالم اليوم، مش بس بالتاريخ، مش بس بالتقليد، مش بس شو عنا أخبار عن القداسة. ما بتنفعنا إذا ما أخذنا خطنا الخاص. فإذن رح بيكون موضوعنا اليوم جمعة الجاية عن هالرسالة اللي حقسمها اثنين قسمين، هي على خمس أقسام، حقسمها على قسمين ونشرحها ونتفاعل معها طبعا ونشوف ربنا شو بده يعلمنا وكيف بدنا نلاقي خطنا، مش خطنا السياسي، خط القداسة بحياتنا. كل واحد منا هوني رح نكتشف بعد هالرسالة انه كل حدا منا هوني عنده خط بالقداسة خاص فيه ومطلوب منا نفعله، لانه لا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال. اذا انت ربنا عطيك نعمة مش لحتى تخبيها وتحطها بالبراد او بالكول روم، لا، تستثمرها وتصير منارة تقدر تمجد فيها الآب السماوي. فإذن لح منبلش ببلش البابا فرانسيس بمقدمة صغيرة وبيقول فيها أنه الرب بده يانا قديسين وما بيقبل أنه نعيش حياة بلا طعمة ومتقلبة. بيقول ما بيقبل أنه الناس يعيشوا حياة فارغة فيها خوف أو فيها فزع أو فيها تعب أو تقلب وبلا طعمة. وبيردد الكلمات يلي قالن الرب لإبراهيم العهد القديم، بيقول له سر أمامي وكن كاملا، مشي قدامي وكن كامل. إذا بنقرأ بالتكوين 17:1 الله بيقول له لإبراهيم مشي قدامي يا إبراهيم وكن كاملا. بيرجع بيقول البابا انه هدفه المتواضع من هالرسالة هو انه يرجع يذكرنا بصوت الله يلي عم يدعينا الى القداسة وتجسيد هالقداسة اليوم بالعالم المعاصر. اليوم بحياتي انا كخوري او كمتجوز كمتزوج كرب عائلة، المهم انت وين ما كان انت مدعو انك تعيش القداسة. بالفصل الاول البابا كتير بينتبه انه ما فيني احكي عن القداسة اذا ما حكيت عن القديسين يلي هن بيشجعونا وبيرافقونا. تاريخ الكنيسة مليان بسميهم اخوتنا بالقداسة، بسميهم جما غفيرا من الشهود. هالشهود يلي موجودين بتاريخ الكنيسة ان كان بالعهد القديم او بالعهد الجديد، هودي الناس بيشجعونا
لحتى ما نوقف مسيرتنا. يعني أنت بس تلتجي لمار شاربل، مش عم تحط مار شاربل محل يسوع، لا، أنت عم تاخد من مار شاربل دفشة لقدام لحتى تمشي بمسيرة قداستك أنت. يعني مار شاربل أو دي ساريتا أو تراز كتار كتار كتار، هودي إخوتنا الكبار بنسميهم، هودي عم بيشجعونا لحتى ما نفزع ولحتى ما نيأس من حالنا ولحتى ما نقول يا عمي خلص أنا مش طالع من أمر شيء، يا ما بسمعي يا أبونا أنا مش ضابطة معي، أنا ما فيني أتقدس، أنا ضعيف وبعمل خطية وبحكي بالأفة وإلى آخره. لا، فيك تكون قديس. وهل تاريخ من الشهود بحياة الكنيسة هو بظهرك، هالقديسين بظهرنا عم يدفشونا لحتى ما نخاف. فإذا القديسين يلي صاروا بحضرة الله بيحافظوا على رباط المحبة والشركة معنا ككنيسة، مثل ما نحن مع بعضنا متحدين بالكنيسة كجسد المسيح السري، بعض الرباط هو ذاته مع القديسين يلي صاروا بحضرة الله، نحن متحدين معهم، نحن وياهم بنشكل الكنيسة، نحن وياهم بنشكل جسم يسوع السري. فإذا هودي بيقول البابا هودي أصدقاء لنا، مثل ما هنن أصدقاء الله هنن كمان أصدقاء لنا لشعب الله، مجمعين حوالينا وعم يرشدونا لحتى ما نيأس ولحتى ما نفكر إنه نحن وحدنا حاملين صلباننا أو حاملين صعوبات حياتنا، لأنه هالقديسين يلي مع ربنا عم يحمونا وعم يحملونا وعم بيساعدونا. فإذا البابا بيركز وبيضوي على هالعلاقة مع القديسين بهالرسالة هيدي. كمان بيحكي البابا عن القديسين يلي ما بنعرفهم، مش بس القديسين هنن يلي تم تطويبهم أو تقدسوا على مذابح الكنيسة، لأن روح القدس قادر يفيد بالقداسة بكل الأمكنة ومع كل الناس، لأن الرب هو شاء أن يقدس الناس. القداسة هي مش إرادتي أنا، هي إرادة الله، مش أنت تقدس نفسك، أنت بتفتح الباب لربنا، بس ربنا هو بالأساس هو المقدس وهو القدوس، هو ما عنده هدف بحياتك إلا أنه يقدسك. فإذا والناس مترابطين مع بعضهم مثل ما قلنا، وربنا ما بده يخلص كل واحد وحده، بده يخلص الكل، نحن جماعة، نحن شعب الله. هون ربنا أرادنا أنه نكون شعبه، نحن مش أفراد معلقين بربنا. يعني أنا ما فيني أقول والله أنا ربي بيصطفل فيني، ما في ربي، أنا في ربنا، كلنا سوا، أبانا الذي في السماوات، نؤمن بإله واحد، ما فيش أنه أنا وحدي بس بده يخلصني الله والباقي مخصص فيهم، لا، في بعد جماعي بالكنيسة، في بعد الشعب الواحد. وما حدا له حق يطمح للقداسة أو للخلاص وحده كفرد منعزل، منك وحدك بهالعالم إلا إذا كنت بعد ما بتعرف المسيح، أنت وحدك، أكيد وحدك أناني، بس إذا أنت بالكنيسة، أنت متحد بالكنيسة، متحد بالقديسين، متحد بشعب الله يلي هو نحن وبالقديسين كلهم سوا، أنت عم تسعى للقداسة أنت وغيرك مع بعضنا يا جماعة. أنا ما فيني روح على السماء وحدي، وما حدا يفكر أنه بده يروح على السماء وحده، وما حدا يفكر أنه بالسماء في أوضة لألي وحدي أو في أونسويت لألي وحدي، لا، كلنا مع بعضنا، لأنه هون في حواجز بين بعضنا يا جماعة. نحن هون مش متحدين، نحن هون في انقسامات، وهون في وجع، وهون في قهر، وهون في حقد، وهون في تباعد، وهون في مؤامرات وتحدي، هون. بينما بالسماء بملكوت الله المفروض هودي كلهم سوا يكونوا تحلحلوا بنعمة ربنا لحتى نكون مع بعضنا واحد بالمسيح. فإذا بيقول البابا إنه أنا مبسوط اليوم إني شوف القداسة بشعب الله الصبور، هيك وصفها شو حلوة، شعب الله الصبور، صبور بيطول باله. يعني بيقول كمان إنه أنا مبسوط إني عم شوف هالقداسة بالأمهات وبالبيات يلي عم بيربوا أولادهم بمحبة كبيرة. بعد ما حكي عن شيء عظيم البابا، بعد ما حكي لا عن عجايب وعلى ولا عن 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 ناس أبطال، حكي عن ناس بسيطين كتير، بيات وأمات عم يربوا أولادهم بمحبة كبيرة. تربي أولادك بمحبة كبيرة،
واليوم أنا مبسوط إنه معنا عائلة عم تحضر أولادها الأول إرذانة مع أولادهم كمان هيك هالكلام أكيد عم يلاقي صدى بقلبكم لأنه عم تربوا أولادكم وأنتوا بتعرفوا إنه ربنا بيعمل عجائب من خلال أفعال كتير بسيطة وأفعال كتير صغيرة. يعني إذا أنت سهران على تربية أولادك بالحد الأدنى ربنا بيعمل أعجوبة وربنا بيفيض بقلب حياتكم. أهلا وسهلا فيكم. كمان بيقول البابا إنه أنا بشوف القداسة بهالرجال وبهالنسوان يلي بيشتغلوا كل نهار لحتى يجيبوا رفة الخبز على البيت. ليكوا شو هالبساطة. وبالمرضى وبالرهبات الختيارية هودي يلي حتى لو كانوا تعبانين البسمة ما بتفارق تمن بهالمسيرة اليومية. كل يوم أنت عم توعى الصبح لحتى تروح على شغلك بنفس الوقت وعلى نفس الطريق يمكن بنفس الثياب يمكن ولكن من جوا أنت في حب لأولادك ولعائلتك ولمستقبلهم عم بيكون وراء هالتعب هيدا. فأنت كل يوم عم بتجاهد. القداسة منا كبسة زر ومنا طحنة يوم واحد. القداسة هي مسيرة كل يوم يا جماعة، مسيرة كل يوم مثل واحد عم بيعمر بيت، كل يوم بيعمر مدماك، كل يوم بيحط حجر، كل يوم بيحط بلاطة، كل يوم بيحط لمبة، وبآخرة الأيام البيت بيكمل. وهيدي هي القداسة. كمان بيقلنا البابا إنه بالوقت يلي نحن عم نعيش فيه أيام صعبة بحياتنا أو بتاريخ البشر بشكل عام، القديسين بيظهروا بهالواقع الصعب أو الواقع الأسود أو الواقع المعتم، إن كان واقع حروب أو أزمات أو مجاعات بتاريخ العالم، لحتى يسهروا على النفوس بهالعالم بالحرب أو بالأزمنة الصعبة الأزمنة الرديئة. نلتجي كلنا للقديسين يلي بيسهروا على نفوسنا إن كان بحياتنا الشخصية أو بالحياة العامة. يعني أنا بعدني بتذكر إنه سألت حالي سؤال مرة، ليش بظرف 20 سنة بلبنان بالحرب كلنا شهدنا على 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 ظهور مارشاربل ورفقة والحرديني هيك ورا بعضهم؟ إذا بتنتبهوا هيك إذا بتقروا تاريخ لبنان، يعني مارشاربل تقدس بال77، رفقة ب88، ب86 بيرجع وراها الحرديني بالتسعينات تقريبا. يعني بهالفترة الصعبة بحياة لبنان، ليش؟ هودي كانوا علامات لنا، كانوا نور لنا لحتى نكبش بإيماننا ولحتى ما نخاف. يمكن الحرب أيام بتخسرنا كرامتنا أو بتخسرنا قوتنا أو بتخسرنا طموحاتنا ورجائنا الأرضي. بيروح بالحرب، مين بيبقى أو شو بيبقى؟ الرجاء بيسوع المسيح وبهالقديسين يلي بيظهروا بحياتنا لحتى يشجعونا. بيقول جملة كتير حلوة، بيقول إن الشهداء هم إرث يتكلم بصوت أقوى من عوامل الانقسام. حلوة هالجملة. يعني الشهداء القديسين قصده هنن هالإرث يلي بيجمعنا على بعضنا، نحن المنقصمين، نحن الحزنانين، نحن التعبانين. فزهن هيدي كانت المقدمة يلي البابا بيذكرنا فيها بهالرسالة هيدي. بتابع البابا بنقطة كتير مهمة، هي انه الرب يدعو. يعني حقيقة المسيحية اصلا كلنا سوا قائمة على هالمبدأ وعلى هالحقيقة اللاهوتية انه الله يدعو. نحن مسيحيين مش بس لأنه تعمدنا، مسيحيين بمسيرتنا لأنه الله دعانا واكتشفنا حالنا معمدين، واكتشفنا حالنا بالكنيسة، واكتشفنا حالنا جزء من هالشعب يلي عنده مسيرة قداسة وشهادة. نحن جزء منهم، عم نوعى، عم نكتشف أنه الرب عم يدعي. فإذا البابا همه بهالإرشاد الرسولي إنه يرجع يذكرنا إنه يا عمي القداسة هي دعوة من الله لكل حدا منا، ومش مجهود شخصي، ومش نوع من الهلوسة أو الوسوسة
أو الخرافات، خرافات العجائز، العجائز بالأحرى، كونوا قديسين. يقول الرب بالأحبار، سفر الأحبار وبرسالة بطرس الأولى، كونوا قديسين لأنه أنا قدوس. يعني بيعطي الدعوة وبيعطي الحجة تبعها، كون قديس يا حنا لأنه أنا قدوس. مش أعمل هيك يا حنا أو يا يوسف بصير قديس، لا، كون قديس لأنه أنا قديس، أنا قدوس. بمجرد أنه أنت بتعرفني وأنا بعلاقة معك، القداسة مش بعيدة عنك. بمجرد ما أنت عم تاخد الأربان كل يوم يا جماعة، الأقداس تعطى لمن؟ يعني بالقداس بنقولها الأقداس تعطى مين؟ القديسين، يعني الشعب اللي عم يقدس. نحن قديسين بالقوة، بمعنى ربنا زارع فينا هالبذرة وعم يدعينا تنعيش القداسة. فإذن كل المؤمنين مهيئين ومزودين، ربنا زارع فينا، عطينا النعم يلي لا تحصى ولا تعد بوسائل الخلاص. أنت كل مرة عم تعترف وعم بتوب وعم تاخد الحل، أنت عم تطلع من كرسي الاعتراف إنسان قديس. كل مرة عم تاخد الإرمان، شو ما كان وضعك وحالتك، إذا كنت مريض أو مش مريض، إذا كنت تعبان أو خاطي واعترفت، أنت عم تطلع من القداس. اذهبوا بسلام. أي سلام؟ سلام القداسة. ربنا عم يدعيك كل واحد منا بحسب طريقه لقداسة خاصة بتلاقي كمالة بالآب السماوي. هلا هون البابا بيفتح بارونتاز صغيرة عن هالعبارة اللي هي كل حسب طريقه. كل واحد منا مدعو بحسب طريقه، بحسب هويته، بحسب اسمه، بحسب عمره، بحسب تاريخه، بحسب المواهب اللي عنده إياها، بحسب الباك جراوند تبعه، بحسب استعداداته. كل واحد منا يعمل فحص ضمير الليلة ويكتشف ربنا شو عطيه، وبهالعطايا وبهالخيرات الخاصة وبهالنعم والمواهب الخاصة ربنا بده يظهر قداسته فيك يا مارون، فيك يا جميلة، فيك يا هولة، بهالنعم الخاصين اللي ربنا عم يعطينا اياهم. فإذا شو هي الطريق الخاصة تبع كل واحد منا؟ هي كل شيء بميزك أنت كمؤمن بمسيرتك. أنت عندك خيرات، أنا ما عندي اياهم، بس بيكملوا بعضنا، بيكملوا بعضهم بالأحرى. مش إذا أنت عندك موهبة معينة صرت أحسن من غيرك، أو صرت خاص بمعنى أنه أنت أحسن وصار فيني أنا أحسدك. لا، بالقداسة ما في محسدة. في كل واحد عنده مواهب بيعيشها بحسب الروح القدس. فإذن نحن كلنا مدعوين لحتى نكون شهود ليسوع المسيح، بس ما في فرق شكل بس للشهادة، في مليون شكل. سألوا مرة للبابا بنديكتوس، قالوا له كم في طريقة صلاة بالعالم؟ قال لهم في ست مليارات طريقة، بمعنى على عدد سكان العالم. ونفس الشيء يا جماعة كمان، إذا بدي عد طرق القداسة لا تحصى ولا تعد. كل حدا منا عنده طريقته، لأنه الحياة الإلهية يلي الله عم يعطينا إياها عم توصلنا جميعا، ولكن كل حدا منا عم توصله بطريقة خاصة. ولأنه ما في شكل واحد للقداسة، هذا الشيء بخلينا محمسين أنه أنا فوت على جوا، على قلبي، فوت على واقعي واكتشف أنا شو عندي، شيء ربنا طالبه مني بهالمسيرة هيدي. يمكن أنا أم، أنا بي، أنا كاهن، أنا راهب، بدي لقي خط بهالأمومة، أو خط بهالأبوة، أو خط بهالكهنوت، أو خط بهالعمل، الخط يلي هو خاص فيني أنا كشخص، اسمي فلان الفلاني، مع علاقتي مع ربنا يا جماعة. وطبعا ربنا أعطينا نعمة العقل، يعني أنت بعقلك. أيام كتير للأسف بيستعملوا الناس العقل لحتى يتحدوا الله، أو لحتى يخترعوا خطايا جداد أو أنواع من التحديات الجديدة. بس بالعقل اللي ربنا أعطيك هالعقل، وقت اللي بتركع وبتصلي وبتسجد، هالعقل بيتنور، وأنت بتصير قادر تكتشف مواهبك
وكيف أنت بدك تمجد الله كل يوم بحياتك. كل يوم أنا بدور السيارة الصبح بقول له يا رب لتكن مشيئتك. ما بعرف. بعمل خطة بقول أنا اليوم بدي زور هالمريض أو هالمستشفى أو هالعائلة أو هال وبمشي. وربنا بيحط مفاجآت. وربنا بيستعمل هالطريق اللي أنا رسمته هالبلان الصغير بيستعملها لأشياء يمكن أنا ما بكون محضر له ولا واعي له ولا مخطط له. صدقوني كل يوم بيصير معي نفس الاختبار. كل يوم. كل يوم ربنا بيستعمل هالشخص أو هالإنسان بيستعمله لأمور أيام ما بنكون لا محضرين له ولا مستوعبين له ولكن تعلن عن مجد الرب. فإذا كلنا مدعوين للقداسة وكلنا مدعوين لحتى نعيش بمحبة حياتنا اليومية البسيطة ونقدم شهادة عظيمة وقداسة عظيمة أيضا بهالانشغالات اليومية. يا جماعة بنفكر أيام أنه القداسة هي خارج التاريخ أو بدي أروح على شي تلة أو على شي جبل أو على شي داير لحتى أتقدس. لا يا حبيبي، لا يا حبيبتي، محل ما أنت، أنت وعلى المجلة يمكن عم تقدسي، أنت وعم تعملي صحن الكب النية يمكن عم تتقدسي، أنت وعم تقشري البصلات للمجدرة عم تتقدسي، عم تضحكوا بالفعل ولكن عن جد بالنهاية أنت وعم تعملي الطبخة يا أم فيك تعمليها مستعجلة، فيك تعمليها أنت ومستعجلة ويلا على السريع تطلع مش طيبة، بينما فيك تعمليها بحب عم تفكري بولادك أو بزوجك أو بجيرانك رح بضيفيهم صحن. صدقيني بتطلع المجدرة أطيب وبتحسي أنك عم تعمليها بطريقة تانية. وحدث ولا حرج قد ما بتكون في اختبارات. فإذا الانشغال اليومي يعني للأسف بيفكروا الناس أنه إذا أنا بالشغل ماني مع الله أو إذا أنا رايح تشم الهواء أنا ماني مع الله أو إذا اليوم فرصة عنا فرصة بهالجمعتين ثلاثة مع الأولاد ما في وقت لالله. لا يا جماعة، وين ما كنت أنت مع الله وكيف ما كنت في وقت لالله وخصوصي بالانشغال اليومي البسيط. ربنا مش طالب منك تطلع من واقعك، تطلع من عقلك مطرح ما أنت. إذا أنت عامل عزيمة وعازم هالناس لعندك تياكلوا يمكن باربيكيو، في فرق إنك تكون عامل الحفلة ومبين عليك هيك إنك مربح الدنيا جميلة ويلا كاشش بوجهن والولاد خربوا الدنيا هوني والولاد عملوا هيك، أو تكون بمحبة عم تعملها شو ما عملوا يعملوا. هلا قداسة يا جماعة، ما تفكروا قداسة إنه هيك شغلي لطيف إنه بدي طير عن الأرض. لا لا لا، ما في طيران، في عايش بالواقع، عايش بالواقع. بيقول بابا أنت شخص مجوز، كون قديس بحبك واهتمامك لزوجتك مثل ما المسيح عمل مع الكنيسة. أوه هيدي بدها وقفة طويلة عريضة هيدي. أنت شخص مجوز أو مزوج بالأحرى، كون قديس بحبك لمرتك، كوني قديسة بحبك لزوجك، كون قديس بحبك لأولادك، كون قديس بحبك لحماتك، كوني قديسة بحبك لحماتك. كون قديس باهتمامك بزوجتك انت وعم تعمل معها الصبحية كل يوم، امور صغيرة فنجان القهوة يمكن، الحوار البسيط كل يوم عن الاولاد او عن الشغل او عن البيت. يا جماعة هودي بيعملوا عجايب بالبيت بالعائلة. انت شغيل، كون قديس انت وعم تعمل شغلك بصدق وكفاءة وبخدمة. انت عم تخدم الاخوة، انت عم تخدم المجتمع، مش عم بتشوف حالك وتستغل المجتمع وتمص دم المجتمع. انت بي، انت ام، انت جد، انت ست، كونوا قديسين بتعليمكم للاطفال بصبر انه يحبوا يسوع ويلحقوا يسوع. بعدي بتذكر هيك كلمات جدي، كان بعدني صغير دائما يقول جدي معلم يسوع او ستي، بس كبرت وعيت معناتهم، بس كبرت عرفت انه 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 هودي فيهم حكمه، هودي فيهم ايمان، هودي فيهم صبر، هودي فيهم جلاده، هودي فيهم ثقه بربنا انه حتى لو في وجع حتى لو في تعب
بالقطف التفاح أو بجنينة أو بفلاحة الأرض، بس معلم يسوع، معلم يسوع. أنت صاحب سلطة، كون قديس بالنضال بسبيل الخير العام. بمعنى هون أنت رجل سياسة أو رجل شأن عام، كون قديس بالنضال كرمال الخير العام والتخلي عن المصالح الشخصية. يا ريت بيسمعونا بلبنان اليوم هالمرشحين اللي عم يشرشروا زيت على الطرقات بصورهم. أنت طموح للنيابة أو للعمل السياسي، حقك الطبيعي، ولكن في معيار. شو المعيار؟ أنك تكون قديس بنضالك من أجل الخير. والخير ما أنه بجايبتك وحدك، الخير هو بخدمة الآخرين. بيتابع البابا بيقول: اسمح يا مسيحي لنعمة معموديتك أنه تثمر بمسيرة قداسة. ما أنت يا تقبرني، ما أنت أخذ المعمودية. يا ريت بس تكبروا يا جماعة هيك بتقروا المعمودية. يا ريت عن جد هيك في مرة كل واحد هيك وحده بالبيت بياخذ هالرتبة وبتقروها. هيدي انعطت مش للولاد، لألكن. يعني قبل ما تقولوا هي انعطت لابن بنتي أو لابني، هيدي انعطت إلك أنت، إلك أنت يا منى، إلك أنت يا نخول. أنت تعمدت بهذا النص، هذا النص نار عليك، وأنت انعطالك الميرون والزيت والمياه المعمودية. روون يا جماعة، شوفوا ساعتها بتشوفوا شو هي المعمودية، شو هي القداسة. ما أنت منعطى، منعطى، معطى إلك بالأحرى. ثبت يا رب ابنك هذا في القداسة، بنقول بالتثبيت، سير التثبيت. ثبت، شو يعني ثبت؟ يعني 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 أنت يا رب عم تعطيني الثبات تأمشي بطريقك، عم تعطيني المجد اللي بدي أوصل له بقداستي اليومية بحياتي اليومية. بس للأسف بنعمد أولادنا وبننسى، بنتعمد نحن وبننسى. فإذا بيقول لك، عم بيقول البابا هون، فإذا اسمح لها المعمودية يلي أنت أخذتها بطفولتك أنه تثمر، تعطي تمر. اسمح بأنه كل شيء فيك يبقى مفتوح لله، واختار الله كل يوم، نقي الله كل يوم. عن جد كلمات حلوين كتير، بسيطين وحلوين كتير. نقي الله كل يوم. بدك تصير قديس؟ كتير بسيطة. ما تتوقع أنك ترشح زيت، وما تتوقع أنك تشفي المرضى. لا، أول شيء شفي حالك، وتاني شيء نقي الله كل يوم. هلا قديس أنت يا أبونا لبنان، نقي الله كل يوم. أنت يا ندى، نقي الله كل يوم. أنت يا جود، نقي الله كل يوم. هلا قديس كل يوم نقي الله. قل له لله، قل له يا رب أنا مسكين، أنا معتر، أنا خاطي، بس أنت قادر أنك تعمل فيني عجيبة يا رب، أنك تخليني يكون أحسن شوي صغير. هالقداسة كل يوم أحسن شوي صغير. نحن بدنا دغري كبسة زر، دغري بدي يصير قديس، دغري بدي يطير، دغري بدي أطلع على المحبسة، دغري بدي يصير أمشي فوق الماي، دغري بدي يصير شرشر زيت وميرون. خي طول بالك، روح شوي صغيرة، فشخة 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 فشخة، ادفي ندفي. فإذا نقول له يا رب أنا مسكين، أنا معتر، أنا خاطي، أنا فاشل، أنا مش عم بقدر أعمل شيء منيح كل يوم وأثبت فيه، بس أنت قادر بنعمتك تخليني يكون أحسن شوي صغيرة. وربنا بيجمعهم هودي الأحسن شوي صغيرة، بيجمعهم بيصيروا بعدين بيصيروا أحسن كتير. عفاكي إيفات، بيصيروا أحسن كتير. والنعمة اللي عنا إياها بحياتنا نحن المؤمنين إنه نحن عايشين بكنيسة، مش المكان بس، الكنيسة هي نحن، هالواقع الروحي الأسراري. فإذا هالكنيسة كلها خاطيين، بس هالكنيسة كمان فيها كل شيء أنا بحاجة إله حتى أتقدس. يا جماعة فيها الإنجيل، فيها الإربان، فيها الأسرار، فيها الصلاة، فيها الحج، فيها الرياضة الروحية، فيها السهرة الإنجيلية، فيها فرح الإنجيل، فيها الأخوية، فيها الفرسان، فيها الشبيبة، فيها كل هودي موجودين. لشو؟ لخدمة قداستك، لحتى تنمى بالقداسة. ما تقول لي
ما عندي شيء. لا عندك. ما تقول لي ربنا تركني، لا موجودين. قد ما بدك في نعم، بس أنت عينك وين وقلبك وين؟ فإذن ربنا غامر الكنيسة اللي أنت فيها بالكلمة والأسرار والكنائس وحياة الجماعات والشهادة القديسين وهالجمال، جمال الحياة الروحية. يعني اليوم إذا بدنا نحكي بس عن القديسين بنضل نحكي من هلا لعشر سنين، وكل قديس عنده قصة حلوة بحياته، في شيء بحياته حلو بده يشدنا لقدام. فإذن هلا قداسة بيقول البابا يلي عم يدعيك عليها الرب بدها تكبر بحياتك وتنمى بحياتك من خلال مبادرات صغيرة، فشخات صغار لقدام. أنت بدك تبادر تطلع من حالك، تطلع من ذاتك شوي صغير، تقول يا خي يمكن أنت مش معود تروح تقول بونجور لحدا، اتعود. يمكن بالحي عندك في ناس يمكن مش طايقهم لأنه كلابهم بتعوي كتير مثلا، أو يمكن لأنه بصفوا السيارة عطول بالباب عندك، أو يمكن لأنه بيعجوا نهار السبت بيعملوا حفلة. ما بينطقوا يا خيي، معك حق، ما بينطقوا، معك حق، بس إذا بدك تضل عايش هيك هن ما بينطقوا وأنت كمان بتصير ما بتنطق، لأنه الحقد بيعدي والصفات العاطلة بالآخرين بتعدينا. يعني إذا أنت مركز على طول على هالصفة العاطلة بهالشخص هذا بتصير مثله، إذا منك إيش عشي منيح فيه بتصير مثله. إذا عطول معود تحكي عليه بالقفة يا عمي بخيل ومرته بخيلة والآخر هي خشي، بتصير حالك أنت بتلاقي حالك أنت كمان بخيل لا سمح الله. فإذا روح لعن جارك، معلش يقول يا خي أنا اليوم أنا بدي أعمل هيك، بدي أعمل تحدي لذاتي، إيماتي هين إيماتي، مش بس ما أكل لحمة إيماتي، أقول إيماتي هيك بتغير فيها حياة حدا. قول يا خي أنا بدي دق عليك هالجار وإخذ معي، أخذ معي قهوة لبنانية، يمكن جاري طلياني يا خي بيحب القهوة اللبنانية، بعمل القهوة اللبنانية وباخذ معي جات تبولة وبروح لعنده. صدقوني بس تعملوها بتنفتح قدامكم أبواب مش جحيم، نعيم. ربنا مخبى من ورا يا جماعة، مخبى ورا اشرط بصلة، أيام اشرط بصلة، اشرط بصلة، بس بدك انت تتشجع. مثلا حتى نشوف يعطي مثل بابا كتير مهضوم، بيقول ست بتروح على السوق كل يوم تلتقى بجارتها تبلش تحكي معها وتنتقد وحكي القفا وبتعرفه، بس هالمرة لانه بتحب القداسة بتقول لحالها لا انا ما بدي اليوم احكي عن حدا بالغلط، انا اليوم ما بدي جرح بحدا. هيدي خطوة نحو القداسة يا جماعة. يمكن ابنها بالبيت مريض تعبان هيك صدمة، يمكن لا بروح بقعد مع ابني بتسمع له بصغيله بمحبة وبصبر. هيدي قداسة، هيدي قداسة. يمكن إنسانة عم تختبر بهاللحظة هيدي لحظة يأس، يمكن ميت لحدا جديد أو اكتشفت إنه حدا بالعائلة عنده مرض خبيث، تيأس صح حقنا نحس، بس بلحظة يأس معينة اي رب انا يأست هلأ وجعت هلأ وتألمت هلأ بس تأخذ مسبحتي وصلي بإيمان. هي قداسة. يمكن انت تكون رايح على البنك، على كومنولث بنك هون ببرود، وتلاقي برا هيك زلمة من هودي الهوملس، يمكن فيت انت تحط كاش ماني، خيشيل منه 20 دولار وحط له اياها بيتروق فيها وبتغدى فيها، ما حدا عارف لا من شاف لا من دري ولا يعني ما عملت شيء. فاذا بدك تضل واعي، انت كمسيحي بدك تضل واعي هيك الانتنات روح القدس عندك ماشيين لحتى هالالهامات اللي ربنا عم يعطيك اياهم تسلقاهم وتلحقهم، لأن الحياة المسيحية حياة القداسة هي أنك تعمل أمور عادية ولكن بكمال غير عادي. يقول البابا تعمل حياة عادية ماشي، أمور عادية أنك تروح وتعمل هودي اللي حكينا عنه ماشي، بايخين هودي إنه بسيطين وبايخين وما بدهم هالقد تعب وجهد وعرق، بس أنت انتبه أنت عم تعملهم
مش بقوتك أنت، لأنه أنت إنسان أناني، أنت عم تعملهم بقوة ربنا. هيدا الكمال الغير العادي، عمل بسيط بس عم بتحط فيه كمال ربنا، قوة ربنا. بس خليك ذاكر أنت يلي مقتنع أنه القداسة هي عمل يومي، أنه أنت مش وحدك، أنت هودي كلهم سوا هالأعمال الصغار عم تعملهم مع القائم من بين الأموات يلي عم يعطيك حياته القوية وعم يشاركك حياته المنتصرة على الموت مع حياتك الهشة. نحن حياتنا هشة صح، نصوم ثلاث رجيل، نحن كثير هشين، we are very fragile and easy to be hurt and wounded. بس أنت ربنا عم يعطيك، عم يشاركك حياته. أي حياة منهم يا جماعة؟ نحن بننسى أيام من ربنا عم يعطيني بالقربان، شو عم يأخذ بسكوتي يعني؟ مش بسكوتي، لا أبدا. ومش هيك حالة روحية طوبوية سماوية، لا، عم تأخذ يسوع الحي، يسوع القائم. فإذا أنت وقت اللي عم تروح على القداسة اليومية بحياتك، على هالمبادرات الصغار، عم تعملهم مش بقوتك أنت، بقوة يسوع الحي المنتصر على الموت. أنت حياتك هشة، ولكن مع حياة ربنا القوية هشاشتك محمولة بقوة ربنا. هاي المسيحية يا جماعة. فإذا كل قديس منا هو رسالة بالأحرى، كل شخص منا عنده رسالة، هالرسالة متحدة بمشروع الآب. هيدي مش رسالتك أنت يا شماس إلي، هيدي رسالة الله الآب يلي بده يشتغل عبرك أنت بهالمرحلة بالذات، بده يضوي بحياتك أنت، أو أنت يا إيفات بده يضوي بحياتك ربنا هالوجه من الإنجيل. وهلأ هيك بنرتاح شوي صغيرة وبناخد وقفة ونرجع منتابع برنامجنا.